ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني كتير. النهارده جايلكم فكره جديده. طبعا انتوا بقالكم كتير ما شفتوش مني فيديوهات، فقدت الحماس بقى منها، محدش مشجعني كده، فيا ريت تشجعوني في الفيديو ده بلايك وشير وتفعيل الجرس. انا من الناس اللي ما بتحبش التسريحه بتاعتها يبقى عليها حاجات كتير، ما بحبش الزحمه عموما، بحب حاجات بسيطه بس اللي على التسريحه. فقررت النهارده ان انا اغير الديكور بتاع اوضه النوم. التغيير بيبقى حلو خصوصا في فصول السنه، كل ما بنغير الديكورات بتاعتنا احنا نفسيتنا لنفسنا بترتاح شويه، لان الشتاء بيبقى جو من النوع الحزين شويه، يعني بيخلينا قاعدين فترات طويله وما بنخرجش وما بنروحش وما بنجيش، فبنحس بملل وخنقه وروتين. فاحنا النهارده هنعمل ديكور جديد بسيط، مش هيكلفنا اي حاجه، مش هنشتري اي حاجه. بصوا يا جماعه، انا فكرت ان انا اعمل اليقطين كشكل بسيط وبرضو بدون تكلفة. جيت افكر ان انا اشتريه، لقيت اسعاره غالية جدا وهيقعد حوالي شهر حتى علشان يوصل لي او كده من شيء، فانا قررت ان انا اعمله بنفسي وبحاجات بسيطة جدا من قماش موجود عندي، اقاصيص القماش. يبقى من اقاصيص قماش موجودة عندي، اي قماش موجود عندك تمام، هستعمل اقاصيص القماش بتاعتي ودوت السلك، سلك الدش ده يفكرين، لو محدش شاف الفيديو دوت يا ريت تشوفوه. هنستخدم سلك الدش ان احنا هنطلع السلك بتاعه وهنعمل بيه اعمال جميله جدا، عملنا بيه شغل قبل كده حلو قوي. هسيب لكم الفيديو اسفل الفيديو يا ريت تشوفوه تمام. وهستخدم المقص وابره وخيط، هو ده كل اللي انا هستخدمه. اول حاجه هجيبها عفوا وفايبر. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. بصوا دي بواقي قماش موجودة عندي، كنت عملت بيها الاباجورة الصغنطوطة ديت، الروعة ديت، عجبت ناس كتير جدا ولذيذة قوي، فانا هعمل عليها زي طقم كده. واللي ما شافش الفيديو بتاع الاباجورة ياريت يدخل يشوفه، روعة روعة روعة، عجبت ناس كتير جدا جدا جدا. بصوا يا جماعة، انا هنجيب حتة قماشة وكل اللي انا هعمل فيها ان انا هقص منها حتة مربعة. بس كده اوكي. بعد كده هجيب قطعة فايبر، او زي ما انتوا سمعتوا كده، ما عندكيش فايبر ممكن تستخدمي القطن عادي، بس الفايبر هيبقى ايه احسن. اوكي هنيجي كده بلوزه قديم اهو، كم عندي عادي خالص اهوت،
اوكي شيكولز. اوكي هعمل ايه؟ هكتبه على ظهره كده واجيب ابره. اوكي